جد سعيد بتواجدي اليوم هذا الحفل، وهذا الحفل لفائدات مكوني المنظومة الصناعية ديال الهياكل الصناعية للحافلات في المعرض. وكانت اليوم فرصة لنعرف هاد المكونين، هاد الشركات المكونين ديال المنظومة، ونعرف الذين أبرزوا بمهارة وكفاءات وجودة، وشاركوا في إنتاج 200 حافلة لتسلموا من طرف شركة إيريزار لمدينة الدار البيضاء. وحنا جيت فخورين لأن هذا الإنتاج المغربي هو له قيمة مضافة ديال معدل 42%، وربما في المستقبل يمكن أن نصعد إلى حتى 80% ديال القيمة المضافة. بمساعدة ودعم وزارة الصناعة ووزارة الداخلية، واستفادا من الصفقات العمومية والمشتريات العامة، كانت فرصة باش يكون واحد استراتيجية صناعية لأكبر دمج للقيمة المضافة المغربية. وباش نقولوا 200 حافلة هي كتمثل 200 منصب شغل مباشر و 300 اخرين غير مباشره. الاحتياجات ديال المغرب في قطاع الحافلات هي 16000 حافله ككل، وهو معدل ديال 1600 في العام. هذه كيعطي واحد النظره ديال الحجم ديال المنظومه اللي يمكن تصعد حتى 2000 و 3000 مناصب الشغل. الهدف والغاية من هذه المنظومة هو أن نجعل أن في المستقبل لا يمكن أن نستورد حافلة ولكن أن تكون إنتاج من المغرب للسوق المغربي، وذلك احتراما مع الجودة والمستهلك، وبتوفيره جميع المصالح المعروفة والمكونات المعروفة دوليا، وثانيا باش تكون منصة للتصدير للإنتاج المغربي وللتصدير لتواجه الأسواق الأوروبية أولا والعالمية بصفة عامة. إذا هذه مناسبة، وكنهني جميع الفاعلين اللي ساهموا في هذه المبادرة، اللي ساهموا وظهروا الإمكانات والإمكانيات المغربية، وظهروا التكتف ديال الصناعة المغربية والجودة ديال الصناعة المغربية.